السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ شويه صافا لاباس. نوت اون ايرجونس، على بالك شنو تنوض من الرقاد تلقى شونتور كنت تبغيه وتقادره وتحشم منه تعطيه به ليكزومبل، مشرمطك في كومونتير كاتب عليك صوالح كاع ما كاش. الوغ كو شغل تغيدك، على بالك تغيدك كون قالها واحد اخر ولا كاع بالك نورمال، مي بنادم هذاك اللي تبغيه ومنه وملهيه، مي بصح كيما يقول لك غلطه حياتها. خاطش انا هاد الصوالح ما يتفوتوش، انا انسان عاقل بزاف ونسمح من حقي، بصح كاين فيش صوالح ما فوتهمش. اقسم لكم بالله اني نايت كنت نرقد، انا راه اون ايرجونس دروك الاستوديو نعمر اغنيه بالك نص ساعه ولا تسمعوها ولا من 9 تاع الليل ولا. الوغ انا صغير راك شايف زعما قال واحد ماكش عارف يغني ولا ما يعرفش يغني، ما تهمش، ماشي كيما شونتور هذاك عنده 60 عام شعره طويل ويغني، مازال يغني في كباريات وبزوزي ستوبو فيه وكاع، راك فاهم العفسه. ايوا هذه هي خويا اللي دار شي حاجه يقاومها، خاطش انا انسان عاقل بزاف وغادي نضحك عليه الالجيري. السلام عليكم. هذه هي وهذه هي باسكو انا ما انا كنت قاعد في امان الله، واحد خلط فيك ثم دروك اللي ميرو تسمى مانيش بنادم، راك فاهمني. وانا كي كنت نضحك عليك الجيري غادي نرسمه في غنيه تاع شي ولا نترسم واحد في غنيه وغادي الناس تعرف بلي عليه، باسكو انا صرا مشكل مع شونتور ما قلتش شكون كاع، باسكو السيد ما بيني وبينه غير الخير، بصح حتى سبيسيالمون اللي هو انت اودي كان سي زاوك وما خرجتش مع احمد بشنات. اباك هادو لي فيديو تاعي يا خوتي شراي هضر، سمحوا لي بالك هضرت بنيرفي ولا بفاصو ماشي كاع تاعي، قلت انا والله ما داير هاك خلعتني عمري، مي ما نفوتهاش كيما قال لك سمعت الاغنيه تفهم تفهم بلي العلاقه غادي. يا اللي نمر عليك هوت كان بيشرح احلامك هاك نقولوا كي لي رابر تاع امريكا واحد يعير وعاد الصباح وعاد عشيه، ثم وصلتونا لهاد الصوالح باسكو كاين اللي ما بغاش يتقبل بلي صاي طفيت طفيت كبرت كبرت دبر حج ولا دير حاجه واحده اخرى، حاجه ما يقبلوكش راك فايت لاش حاجه وقيلا حبس في 60 عام ولا مش عارف. ندير لكم غير روطار شويه على الاغنيه باسكو تيبو صاحبي عيط له راه قلع من بالعباس دروك بالك مع 9 مع 10 تاع الليل، مي مالكش نخلوها تفوت يليق نغنوا راك فاهم باش تحس حسيت انا تولي لك والله ما ترقد اليوم شيخ اقسم بالله غير دبر كيتين ولا لك زومير شري كرتون سي با لا بان يجي من بعد تقولي بيراطاوني فيسبوك بيراطاوني باسكو درتها ديجا خطره ما ديتهاش انا قلت معليش بالك كبرت هبلت بالك وهذه الزوجه وهذاك تاعك فيسبوك انا نهضر معاك به تما سي غادي تجي تقولي بيراطاوني فيسبوك غادي نقول لك بيراطاو محمد وغناو به الاغنيه ماشي انا تما ثاني صاي صاحبي يكون بارازار سيد شادير راح قلعها زعما ما على بالكش بلي كاين كابتير يديروا كابتير حقا انت عندك 70 عام وقتكم ما كانتش كاينه لي كابتير تعرفش بلي ناس تصور وكاع راه عندي كابتير يديرها فيسبوك اللي بيشوف شادير صاي اليوم اليوم نقسم بربي ما ترقد. السلام عليكم، سمحوا لي بطيت عليكم باسكو كنت شويه خدام، راني درت لكم اكسري تاع 40 سكوند، شوفوا لا ستوري اللي مور هادي تحت اغنيه تروح نقول لك الشعطوط سيادك خرجوا فرنسا بالبلوط، ايا اسويخ. السلام عليكم، على بالكم لا فيديو جات ناقصه، غادي ندير لكم سوايب اب الفيسبوك، الفيسبوك راه فيها 40 سكوند، غادي نعطيكم لا شونسون كومبليت، تسمى فيرسيون الكبيره راهي في فيسبوك. خوتي السلام عليكم، الاغنيه ان شاء الله تخرج مور الباك، خاطش تخاف تطلقها ويحبسوها لنا كونيكسيون كاع راك فاهم، تسمى عطيتكم اكسري انتظرونا فيها فيها فيها. حنا حنا اللي يخرج فينا سيبو بيه لا ربي سيبو بالله روح كيبو صاحبي روح هيا سي 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 غادي نعايرك باحترام يا بأدب وتربية انت جاي حبيبي وسكاك يا قطر عندك محضر فيا هي عرف بيها نور يا ناتولا ما يرحم حسني ريميتي وزعنيتولا دمي ربي حد مش راقي بآلانا يا دي كرفوك منا غادي من لها قبالا أيا 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 روح نقول لك يا الشعبور يا دي تخرجوا فرنسا بالله يا ركا هي المزار. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، سمحوا لنا غادي ندير لكم واحد 30 سكوند من وقتكم ولا ابروبو ديال المشكله اللي صرات بيني وبين ان ارتيست اللي هو نقدره بزاف نعم انا كي هدرت اش قلت قلت غاضتني من جات منه نضل نجبد عليه غير هو ونبغيه نقول لهم كيفاه ما كاش الاولى الزوجه مام سيكو غلط وكاع معليش الله يسامحه ولا انا غلط الله يسامحني مام كي غنيت الاغنيه قلت غادي نعاير باحترام بادب وتربيه باش تشوفوا اكل بوا ما كنتش باغي ديك العفسه وشغل تحتمت بون ولا علينا سي دخلوا بيناتنا ناس عيطوا لي ناس اللي كبار مني كيما شابريده كيهضر معايا كيما عبدو صاحبي كيما ردوني باللي ماذا بهم يشوفونا غير في ايماج بوزيتيف وانا ما هذا المنبر نقول لا درت كاش عفسه ماشي مليحه ولا جيمي اكسكيوز راني طالب سماح وري راه خويا وبالك غادي نتلاقوا نشوفوا لكم فيديو اونصومبل والله يخليكم اللي راهم عنده لي فيديو يسيبريميهم خطونا من الفتنه ورانا شعب واحد والسلام عليكم.